مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في قراءتي. برج الجوزاء، طاقتك جدا جميلة، مستقرة، هادئة، ملو مثل البطيخ، هادئ رقيق. ولكن كأنك أنت شوية، برج الجوزاء عندنا هني أول شيء الناحية العملية، الناحية العاطفية هني، وآخر شيء راح نشوف قراءة أو طاقة المنفصلين، إذا راح يكون في رجوع هالشهر ورجوع مع أي أبراج تحديدا. راح نحاول أن نقلص ونركز على الاحتمالات. برج الجوزاء، في الحياة العملية، معناته في الدراسة، في الأموال، في الوظيفة، في الورث، عندنا هني كأنما أنت، شوف، نعم أنت استوفيت الشروط، أنت قمت بالذي يجب، لأن أنت داخل هاي الشهر بطاقة ملكة الأرض. ملكة الأرض طاقة جدا واثقة، طاقة ما فيها أي مجال للشك، أي مجال، ما عندك نقص. أنت داخل الشهر هذا بإذن الله ما عندك نقص من ناحية استحقاقك لهاي الشيء اللي أنت تنتظره. كأنما أشوف هني خلال هالشهر أنت مو بس تنتظر شيء مادي، تنتظر شيء مادي ومعاه طاقة أكواب ماي، تنتظر ريكوجنيشن، تنتظر أحد يمدحك، يقيمك. أوكي، هني برج الجوزاء كأنما حتى لو أنت تنتظر ترقية أو أموال، ما يهمك الأموال نفسها كثر ما يهمك مثلا شهادة الشكر، شهادة التفوق، المنصب، اسم المنصب الجديد، التقييم، إنه يمدحونك في تقييم. إنزين، ولكن وجود رقم 7 يبين لي إنه راح يكون، لأن هني 7 وهني عندنا عجلة الحظ ساعة، فهني يبين لي إنه راح يكون في تأخير. ولكن كل تأخيرة نعم فيها خيرة، لأن هاي سبب التأخير إن الأشخاص المسؤولين، لأن هني عندنا ملك الأكواب، الأشخاص المسؤولين عن إعطائك هذا الشيء اللي تنتظره، إنزين، شيء مادي، دخلنا بطاقة المادة، وأيضا معنوي، إنزين، تكريم مع أموال، شكر مع الأموال، مع الشهادة في شكر، مع الوظيفة في شكر. هني راح يكون شوية في تأخير، ولكن لصالحك. مو تأخير، جنة هني يقول لك لا توسوس، أنت يا برج الجوزاء لا تدخل في طاقة الوسوسة والشك والقلق، أبدا ما تصلح لك، لأن ما في أي داعي للخوف، ما في داعي تقلق أن لما يصدك تأخير، لحد الآن ما أتتك الأموال، لحد الآن ما أتاك النجاح اللي تنتظره، تقعد تشك وتأكل في نفسك، تقعد تقول لا والله شكلهم ما راح يعطوني، لا. لأن اللي قاعدة أشوفه، مو لأني دائما أشجعكم على الطاقة الإيجابية، لأن فعلا هذا هو اللي قاعدة أشوفه، اللي قاعدة أشوفه أنه بيكون في تأخير، ولكن لأن الشيء اللي بتحصله راح يكون هذه المرة خصوصا، يريدون هاي الأشخاص أن يعطونك شيء دبل دبل مضاعف. لو أنت تنتظر مثلا شهادة واحدة راح تحصل شهادتين، لو أنت تنتظر ترقية واحدة راح يأتيك شيء مضاعف أموال، لو أنت تنتظر مثلا 200 راح تأتيك 300، الرقم فوقه زيادة مقابل انتظارك. لأن شوف هني في أشخاص جدا فخورين وسعيدين بمستوى أدائك في الفترة القادمة في الحياة العملية، نتكلم سعيدين، أوكي، ويرون أن أنت تستحق، ولكن يشوفون فيك أيضا التميز، فعشان يعطونك هذا الشيء اللي تستحقه أنت، ما راح يعطونك شيء عادي، ما راح يعطونك الشيء المتعارف عليه من الأموال أو من الشهادة، راح يكون كأنما حتى في احتفال أو مناسبة خلال هالشهر أنه يخصصونها لك عشان ينعرف، عشان أنت يطلع اسمك مثلا في داخل الشركة، في داخل المؤسسة، أن أنت بالذات كنت الموظف المثالي. لما تدخل الشهر، يمكن خلال هاي الشهر أنت داخل بطاقة الموظف المثالي، ولكن خلال شهر 3 4 هني تحصل على الاحتفال الرسمي فيك، عرفت؟ الموضوع نعم راح ياخذ وقت، ولكن لان اشوف الاحتفال هالمره او الجائزه اكثر من السابق ومضاعفه عن السابق. عندنا هني كرت عجله الحظ، زين، هاي العجله لطالما كانت في الحياه العمليه الى جانبك، هاي المره راح تكون مو بس إلى صالحك، راح شوية في البداية تتأخر، زين، تتأخر عليك، ولكن بعدين بإذن الله يأتيك الشيء اللي أنت تتمناه. لأن عندنا طاقة الكوبين، طاقة الكوبين هي طاقة برج الجوزاء، هذا كان برج الجوزاء العاشقين، أوكي، هذه الطاقة الأخف من طاقة العاشقين،
يعني مثل الطاقة بس بشكل أقل. إنزين، فشوف في أشخاص احتمال حولك راح يحسدونك على هذا الشيء، لأن أنت راح تحصل زيادة عنهم. أيضا هني في طاقة المقارنة، أنت وشخص، أنت مقابل منافس، أنت مقابل حاط رأسك برأس شخص تريد أن تتفوق عليه. إنزين، الموضوع محتاج منك طولة بال، لأن عندنا داخلين الشهر إحنا بطاقة الأرض، محتاج طولة بال. إذا أنت في منافسة إنزين في هذا الشهر أو في هاي الفترة، محتاج أن تطول بالك، لأن هذا الشخص جدا اللي عنده طاقة المال، هذا شخص جدا له الكثير من المعارف وله الكثير من الخبرة، ولكن تستطيع أن تتفوق عليه بالنفس الطويل. طاقة الأرض فيها نفس، طاقة الماء فيها دهاء، فيها معارف، فيها تعامل مع الآخرين. فمحتاج تشوف الصبر، لما تشوف أرض مع عجلة الحظ معناتها الصبر جدا ضروري لك. برج الجوزاء في الناحية العاطفية، خلينا ننتقل هني إلى هاي الجانب. عندكم شخص، شريككم خلينا نقول، زين، شريككم يرفض الإغراءات خلال هاي الشهر، لأن تشوفوا طاقة النار هني تحت هي طاقة إن في إغراءات قدمت له أو ستقدم له في الفترة القادمة من قبل أشخاص، تشوف طاقتهم نارية، أشخاص صعب أن تقريبا من شبه المستحيل أن يرفضون. امرأة جدا جميلة، رجل جدا وسيم، يملك، إذا كان رجل بتشوفه يملك، مو بس الشكل، الجاه، المال، الكاريزما. ولكن شريككم أيضا داخل الشهر هذا معاكم أيضا بطاقة أرضية، لما نشوف ملكة الأرض مع ملك من نفس الفئة معناته توافق، معناته إحنا على نفس الصفحة، معناته أنت وفي لي كما أنا وفي لك، أنا متمسك فيك كما أنت متمسك فيني. أنا أشوفه هنا ضحكة هذا الشخص بهاي الملامح، قاعد كأنما يقول أنا شخص مرتبط. اللي يقوله شريككم أو الشخص اللي في بالكم خلال هاي الفترة، أول شيء راح يقول أنا شخص مرتبط، لأن هني في إغراءات، في طعم قاعد يقدم له من قبل هذه ملكة النار. ماذا أيضا سيقول الجملة الثانية اللي راح يقولها؟ لأن في أشخاص أيضا هذين هم اللي يحاولون أن كأنما يقللون من قيمتك أنت، هذا طاقتك أنت، ملكة السيوف، ملكة واضحة، ولكن يمكن بعض الأحيان تلام على أسلوبها، أسلوبها ممكن شوي يكون جاف، ظاهرها جاف باطنها جدا دافئ، ظاهرها جاف ولكن حقيقتها إنسانة جدا طيبة، إنسانة عادلة، إنسانة ما ترضى بالغلط. زين، في موقف أنت اتخذته مع الشريك، يحاولين هذين الأشخاص أن يلومونك على الموقف، أو يقللون من اعتبارك، أن شوف شريكك ماذا فعل، كأنما يبتدون هني يخلقون شيء يسمونه، يخلقون نوع من الفبركة، من الوسوسة بينك وبين الشريك، يزنون في إذن الشريك. أن مثلا حتى ترسل هاي المرأة، ترسل إنسان بريء صغير في السن، إنه يقول إن برج الزوزاء فعل وفعل وفعل فيني، وقال 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 معي، ولكن لا، ما في أي داعي للخوف. أنت هني اللي عندك الخوف ورا ظهرك، صاير 5 الأكواب، أنت عندك خوف، أنت عندك قلق، محتاج أن تثق في شريكك. شريكك كأنما تشوف الطاقة ممكن تلعب على شكلين، إذا ظليت أنت بعد شوف هم طاقتهم دس الخلافات، إذا أنت أعطيت طاقتهم مساحة من حياتك وأعطيتهم حجم وأخذت كلامهم بعين الاعتبار وأخذت حتى أفعالهم بعين الاعتبار، بتشوف الطاقة تأثر عليك سلبا. من برج الجوزاء أنت هني قوي داخل الشهر، قوي، ولكن بيضعف موقفك مع الشريك. عندكم شخص جدا وفي، مو شرط برج ترابي، لا، على الأغلب برج ترابي أو حتى هوائي، ولكن هذا شخص جدا متمسك فيكم. يمكن حتى لو بتقولون لي والله احنا قاعدين نمر بخلافات، حتى بغض النظر عن الخلافات، لان في وراء ظهرك مشاكل او ماضي مزعجك برج الجوزاء، ولكن ما عليك، شريكك في الفترة القادمة جدا رافض للإغراءات، ممكن يكون جدي، الجدي ما مو سهل انه يقبل الإغراءات، لان لما يتمسك بشخص خلاص مقتنع فيه، عندك شخص مقتنع فيك، ما عليك، لأن شوفوا على قولتهم السلسلة قوتها
كما قوة أضعف حلقة فيها. يعني شنو؟ هم راح يحاولون يلعبون على رأس شريكك. أول أسلوب، أول خطوة أن يتجهون إلى شريكك. إذا ما نفع معه، هذا اللي قاعد أشوفه، هذا اللي قاعد أكشفه، أنه ما راح ينفع مع شريكك. شريكك متمسك ما بإذن ماي، مقتنع فيك، متمسك فيك، ولكن التأثير احتمال أنت اللي تضعف مو شريكك. أنت اللي يبتدي هاي التصرفات وهاي التحركات تأثر عليك، يبتدي الشك يدخل قلبك أنه فعلا احتمال راح يتركني، فعلا احتمال أنه راح يقبل يتزوج غيري، فعلا أنت المسؤول هني. لأن الطاقة السيئة أو الطاقة السلبية، طاقة الخوف، طاقة القلق، طاقة اللي تصدق كلامهم، زين، صايرة ورا ظهرك مو ورا ظهر الشريك. والحين راح نشوف طاقة المنفصلين. برج الجوزاء قراءتكم أنتم بين قراءات جدا قصيرة. خلنا نشوف المنفصلين يا برج الجوزاء، خلنا نشوف شنو أكثر أبراج احتمال إنها ترجع مع برج الجوزاء خلال شهر فبراير عشان نحدد أكثر. هو الكارت عندنا هنا بيج اوف بنتكلز، برج الثور، برج العذراء، برج الجدي. انزين، هذا كرتك انت برج الجوزاء، لكن ايضا فيك قاعدة اشوف برج الميزان، في رجوع بين الجوزاء والميزان، الجوزاء والابراج المائية، خصوصا العقرب، بالاخص العقرب، ممكن ايضا الحوت، ولكن ما احس كثير من طاقة السرطان هنا. انزين، خلينا نشوف المنفصلين شنو راح يكون عندكم هذا الشهر مع الشريك. هل راح يكون في رجوع؟ ذكرت برج القوس. انزين يا منفصلين برج الجوزاء، شريككم، شوفوا، انتو تتعاملون مع شخص بعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني اذا ما يسمع عنكم اخبار، اذا ما يصير في سبب انه يسمع عنكم او يراكم في مكان، او حتى انتو تظهرون الى العلن، يعني ممكن احنا اوقات ما نكلم الشريك، ما في بيننا تواصل، ولكن مثلا اوقات يكون في بلوك، فهني كأنما ما في طريقة يرى فيها الشريك إنجازاتكم، سطوعكم. عندكم شريك يحب الشخص أو راح يتشجع أكثر، خلينا نقول يتشجع أكثر للرجوع إذا حس إنه في مرشحين ثانيين في حياتك، إذا حس إنه أنت مشغول ومتألق وسعيد في حياتك. إنزين، لأن هني هو أشوفه قاعد مقرر، صار لفترة طويلة مقرر بالرجوع، ولكن طاقته بطيئة، مو مستعجل، ماخذ نفسه جدا على بطء واستبطاء. ليش؟ لأنه يحس كأنما أنتم حاطين يدكم على خدكم تنتظرون، لأن هذا كرتكم طلع في المنتصف، مو قادرين تكملون حياتكم ولا قادرين أن تمضون قدما وتنسونه. لحد الآن في مرحلة الحيرة، هذا الشخص لازم يراكم في أعين الناس، يعني مو تروحون تتواصلون معاه، مو هذا هو اللي راح يجذبه للرجوع، لا، لما يسمع عنكم أخبار إن اشتريتوا، إن سافرتوا، إن مسوين أشياء جديدة بحياتكم، طاقة النار، طاقة تغيير، طاقة قوس هني، طاقة تغيير، طاقة تألق، طاقة إن إحنا نشتغل على أنفسنا داخليا وخارجيا. أوكي، وحين راح أسحب لكم كرت النصيحة لهذا الشهر. في أشخاص كذي، تعرف على قولتهم، في ناس مثلا ما ينجذبون إلا للشخص المشهور، اللي يكون الكل يحب انه يتواصل معه، مشهور على السوشيال ميديا، مشهور كممثل، يكون هذا اوقات كثيره هذا السبب الرئيسي ليش ان شريكه جدا يرغب فيه وجدا متمسك فيه. عندكم شخص هني محتاجين ان تستعجلونه، ولكن مو بشكل مباشر، لا، بالطريقه اللي خبرتكم عنها. خلينا نشوف النصيحه هني لبرج الجوزاء.
مندنج مندنج. انزين من ناحية العملية مثل ما خبرتكم برج الجوزاء، ليش هني قلنا لكم لا تستعجلوا؟ لأن في شيء على غير العادة، في جائزة، في هدية، في أموال راح تأتيكم على غير العادة، قاعدة تصمم لكم خصيصا، فمحتاجين أن تحافظون على طاقة التراب اللي تدخلون فيها شهر فبراير، طاقة هادئة مستقرة واثقة، ما تتزحزح ما تتزحزح ما تغير، لأن شوفوا الأبراج الهوائية أسرع، الأبراج الترابية أبطأ، ما يغيرون تصرفاتهم وتوجههم بناء على سمعوا أو حسوا، لا ظلون ثابتين. هاي النصيحة الأولى. مندنج، في شيء كأنما حتى قاعدة أحس إن في طلب، زين في استثناء، في استثناء، في هجرة، في جامعة عند أشخاص راح يقومون، هم بالعادة ما يقومون بهاي الاستثناء، ما يعطون هذا النوع من الجوائز، هذا النوع من الموافقات، ولكن راح يصمم ويعطى خصيصا لك، محتاج أن تصبر وتستقر وتستمر. إنزين الطاقة الثانية، النصيحة الثانية، unfinished symphony. إنزين قاعدة أحس هني أن من الناحية العاطفية، هذه النصيحة قاعدة تأتيني أكثر، الناحية العاطفية برج الجوزاء كونوا جدا حذرين، في شخص احتمال عدو سابق هني، امرأة مع فارس النار، ملكة النار وفارس النار، في عدو سابق هني في حياتكم، يمكن لأن على قولتهم اتخذ الفيروس، يتخذ، ليش احنا وايد صعب نحارب الفيروسات؟ لأن شكلها يظل متغير، ما يظل يحافظ على شكله الأساسي، يتغيرون في الشكل، في الأسلوب، في الأشخاص، عرفت؟ فعندكم هني أعداء انسحبوا فترة من حياتكم وحياة الشريك، خصوصا عاطفيا انسحبوا من حياتكم وحياة الشريك، ولكن راح يكون لهم رجوع في المستقبل، لأنهم ما خلصوا منكم، في شيء ما خلصوا منكم هاي الأشخاص، لحد الآن عندهم في جعبتهم، لما نشوف طاقة النار عندهم في جعبتهم حل أخير أو محاولة أخيرة، بالضبط في محاولة أخيرة هني في حياة من قبل أشخاص، ممكن أيضا يكون هذا الكرت يقول لك لا تستسلم يا برج الجوزاء، إذا أنتوا في مرحلة المحاولة للإنجاب، مو هذا آخر الاحتمالات، لا لحد الآن عندك أمل، الأمل مو محدد، لأن عندنا هنا رقم 10 كأنما صفحة جديدة، الأمل مو محدد وأقول لك مرة مرتين، ولكن لحد الآن في أمل، خصوصا إذا في أشياء أنت صار لك فترة حاولت تحققها ما استطعت، مثل الزواج، مثل الإنجاب، مثل الرجوع حتى بين المنفصلين، إن راح تأتيك الكرة، لأنه unfinished symphony معزوفة غير منتهية، راح تأتيك الكرة مع نفس الأشخاص، راح تأتيك فرصة أخرى للمواجهة لأخذ حقك في الفترة القادمة في المستقبل. عزيزي برج الجوزاء هذه كانت